بسم الله، النهارده معانا شرح ازاي تشحن زد بي في لعبه كروس فاير. النهارده انا بالمناسبه نزلت فيديو ده زي ده من يومين، ازاي تشحن اعلانات في لعبه كروس فاير، بس ده النهارده شرح تاني مختلف عن ده. النهارده انا جايب لكم ازاي تشحنوا 11000 زد بي، وممكن تشحنهم في 3 اسابيع بالظبط. ماشي، اول حاجه لازم محتاج انت البرنامجين دولت، ده في بي ان وده البرنامج اللي هنجيب من عليه الفلوس. الاتنين هتلاقيهم جوه في المدونه اسفل الفيديو، هتخش تحمله. ماشي، هوريكم حاجه. الفي بي ان احنا بنستعمله ليه؟ هقول لك انا دلوقتي في مصر. ماشي، هنخش على البرنامج. ماشي يا جماعه، هنخش على البرنامج. انت بتسجل عليه بايميلك الفيس، بس انا هوريكم على حاجه الاول. معلش انا عندي النت بطيء، يعني ثانيه واحده لحد يعني ما يشتغل. زي ما انتم شايفين معايا، ادي اهو، ادي احنا كده في مصر، ادي اعلان مثلا، التاني تالت رابع، زي ما انتم شايفين معايا ادي الاعلانات. ماشي، خمسه. بص كل واحد فيهم بيجيب كام، يعني مثلا اللعبه زي دي بص بتجيب كام، يعني لو عملت الحاجات دي كلها بتاخد كام؟ بتاخد 420 سنت. ماشي، زي ما انتم شايفين معايا. ماشي، هنطلع خمسة اعلانات، خليكم فاكرين معايا خمس اعلانات. ماشي، مثلا هنروح نشغل الفي بي ان ونشوف. انا عملت ايميل، اول ما تخش هيقول لك اعمل ايميل، هتكتب اسمك، بعد كده بتكتب بريدك، بعد كده بتكتب كلمة سر وبتكررها تحتها. ماشي يا جماعة، بس انا عملت ايميل. ماشي، اخش على الايميل. ماشي يا جماعة، وبعد ما بخش على الايميل بتدوس تسجيل، بعد كده بتستنى لحد ما البرنامج يفتح. بعد كده اول ما بيفتح اهو، اول ما بيفتح هيدخلك على الفي بي ان الامريكي على طول. يا جماعة، اول ما البرنامج الميجا بتاعتك تخلص اللي هي الحتة دي، انت اول ما بيجي معاك بيجي 500. ماشي، اول ما بتعمل الايميل زي كده، بتدخل عليه ايميل بيجي لك 500. اول ما يخلصوا 500 دخل عليه ايميل جيميل تاني. ماشي، سجله بايميل تاني. ماشي، اهو هو كده وديني على فتح لي اي بي امريكا على طول. ماشي، هنخرج وندوس على البرنامج، نخش عليه. زي انت شايفين معايا احنا ايه قلنا، خمس اعلانات هناك. ماشي، خمس اعلانات هناك في مصر. هنشوف لما احنا ندخل اي بي امريكي هيبقى كام اعلان. زي ما انتم شايفين معايا هناك في مصر كان في خمس اعلانات. ماشي، نعد دوادي، واحد اتنين مثلا تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يعني الإعلانات بص زي ما انتوا شايفين معايا ما بتخلص في أمريكا، ما بتخلص زي ما انتوا شايفين. وكل حاجة عليها مثلا بيبقى حاجات عالية جدا، أرقامهم عالية، وده اللي كان في مصر أهو. بص زي ما انتوا شايفين معايا الأرقام عالية جدا أهو، 5 سنت، وديت بتعود على 10 سنت، وديت اللعبة اللي كانت في مصر زي ما انتوا شايفين معايا. لو تفتكروا اللعبة دي لو كانت في مصر كانت عليها 460 سنت. بص هنا هو عليها كام يا جدعان، عليها 1000 دولار ومتين سنت، سوري دولار ومتين سنت. زي انت شايفين معايا لازم، يعني لازم الاي بي المصري، الاي بي الامريكي سوري. اصلك انت لو استخدمت، لو انت ما استخدمتش الاي بي ده وانت قاعد في مصر او اي دولة عربية، للأسف هتلاقي يعني هتجمع $10 دولار بعد 30 سنة. زي ما انت شايفين معايا يعني لازم تشغل الاي بي ده. الاي بي ده بقى ايه، يعني هتجمع $10 دول في قد ايه، انت ومجهودك، يعني تخش على اللعبه، تخش على البرنامج، شوف انت هتخش على البرنامج قد ايه في اليوم، تحمل لك كام لعبه في اليوم. ده انت شايفين معايا مثلا، نطلع على اللعبه مثلا زي انت شايفين معايا، نجيب لعبه مثلا، لعبه زي دي. ثانيه واحده، نطلع على اول لعبه فوق، ادي اول لعبه عليها كام دولار و90 سنت. اول ما بتحمل اللعبة بتاخد 10 سنت، وبعد كده تقريبا بتلعب عليها 8 ادوار او تقريبا 8 ايام، مش عارف مش متأكد، 8 ايام تقريبا. واللعبة دي لو سبتها على جهازك شوية، يعني حوالي 10 ايام، بتاخد 200 سنت. وان هو لو لعبت تقريبا 8 ادوار تاخد 100 سنت برضو. لو سبتها على جهازك برضو 8 ايام هتاخد 80 سنت. لو انت عملت الانجازات دي كلها بيديك ديت 10 سنت مكافأة. ماشي يا جماعة، بعد كده يعني هتجمعهم هتلاقيهم طلعوا لك الدولار و90 سنت.
نخش على التسجيل. اول حاجة لازم هتسجل بإيميلك الفيس، هتسجل بإيميلك الفيس، هتدوس عليه. اول ما تدوس عليه هيطلب منك كود. الكود ده اول ما تكتبه، الكود ده يا جماعة سيبولكوا برضو في المدونة جوه، الكود ده اول ما تكتبه هيجيلك 30 سنت. اول ما تكتبه هيجيلك 30 سنت. انا عشان عملت ايميل ومسجل قبل كده فدخلنا على طول. انت اول ما تكتب اول ما تسجل هيقول لك كود، هتديله الكود ده، الكود ده هتاخد عليه 30 سنت، 30 سنت ماشي يا جماعة. بعد كده هتفضل انا معايا مثلا 360 سنت، انت تفضل تحمل لعب شوية كده شوية على مرة على مرة لحد ما يوصلوا ل10 دولار ماشي يا جماعة، ل10 دولار. بعد ما يوصلوا ل10 دولار هتكون عايز تشحن الزد بي. تشحنه ازاي؟ هتدوس على الحتة دي ماشي يا جماعة، بعد كده هتدوس على الرابعة، تعد 1 2 3 4 ماشي، هتدوس عليها كده، تستنى شوية. بعد كده بتنزل زي ما انتوا شايفين معايا، ليها اختيارات كتير قوي. يعني لو بتلعب ماينكرافت تقدر تشحنها، تقدر تشحن ال10 دولار دولت على البيبل، على حسابك على بيبل ماشي، بس احنا عايزين نشحنهم على كروس فاير دلوقتي ماشي. هو ديت اللي بتشحن على كروس فاير يا جماعة، هي دي ماشي. هندوس عليها، بعد كده هيطلع لنا الاختيار ده. وانت لو معاك 22 دولار هتقدر تشحنهم، لكن انت لو جبت 10 يبقى ربنا بيحبك ماشي. ما علينا، يعني انت لو اجتهدت وقعدت على البرنامج كتير وبتقعد بمدة كبيرة هتقدر ان شاء الله توصل حتى ل55 دولار ماشي. المهم دلوقتي لو انت معاك 10 دولار تعمل ايه؟ هتدوس هنا، هتعلم على ال10 دولار طبعا، 10 دولار و5 سنت. بعد كده بتدوس هنا، انا طبعا مش معايا فهيقول لي انت مش معاك. اول ما تدوس هنا هيجي لك كود، الكود ده هتعمل بيه؟ هقول لك انا، الكود ده تحفظه. بعد كده تروح على الكمبيوتر بتاعك، تفتح زد 8 ماشي يا جماعة، تفتح زد 8 ماشي. بعد كده بتكتب ايميلك ماشي يا جماعة، تكتب ايميلك، بعد كده تخش على ايميلك، بعد كده بتدوس على علامة الزد بي وتدوس اول واحدة ماشي، وتستنى. اول ما تفتح لك الصفحة تجيب يونايتد ستيف امريكا يا جماعة، ما تنسوش هي هتبقى على مصر ماشي، هتبقى على مصر، تجيبها انت امريكا. بعد كده بتدوس هنا على دي، اول خليكم فاكرين هتدوس مصر، هتدوس قصدي امريكا، انت لو في مصر هتبقى مصر، ايجيبت هتشيل ايجيبت وتجيب يونايتد ستيت. بعد كده بتدوس تاني واحدة كده، بتعلم على الكات اللي انت اخترته، طبعا انت اخترت ابو 10000 ماشي، بتدوس عليه. بعد كده بتدوس هنا، بعد كده بتختار كروس فاير. يا جماعة بتنزل اهو، بتختار لعبة كروس فاير، بعد كده بتكتب الكود اللي جالك هنا اهو، الكود اللي جالك على التليفون اللي هو جالك من البرنامج بتكتبه هنا اهو، بتدوس كونكت. بعد كده بعد ما تدوس هنا اهو حوالي ساعة او اتنين تقريبا هيجيلك الزد بي، هيجيلك 11000 زد بي. ومبروك عليك يا عم الزد بي. اتمنى يكون الشرح عجبكم، يا ريت تدعموني بزرار السبسكرايب، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. وما تنسوش يا جماعة اول ما تسجل هتكتب الكود ده ماشي، هتكتب الكود ده ان شاء الله هتلاقي البرنامجين في المدونة جوه، والكود كمان هتلاقيهم كلهم في المدونة جوه، ورابط المدونة اسفل الفيديو، تخش عليه وهتحمله ماشي. اتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.